انا مش هسال. انا عايز اسمع بس. لا انا عايز اسمع، انا بالنسبه لي هسمع. طيب ممكن تسمعنا انت في حاجه للاهلي عاملها مثلا او مجهزها لنا؟ ماشي، ممكن اغني اغنيه لمحمد حماقي غناها للاهلي. اوكي جميل. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة ان النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده، وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة ان النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده، وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. جميل. طب أنت نفسك تبقى زي مين؟ يعني هم لقبوك بحسين الجسمي، أنت نفسك يعني بقى تبقى طبعًا زي مين؟ يا ريت يا ريت تبقى زي حسين الجسمي. طبعًا صوت قوي جدًا جدًا طبعًا. جدًا طبعًا. بس يعني انا ماليش حد معين، انا بلعب في الوان كتير، بغني الوان كتير. بتغني حديث؟ يعني لو قلت لك غني حاجه حديثه بغني مش طرب يعني. بغني حاجات كتير برضه، بغني شعبي، بغني مواويل. لا شعبي. بجد؟ بجد. طب ما تسمعنا حاجه شعبي. طب ممكن اما براوه بقى بما انها شعبي. يا سلام جسمي. طبعا عليك. طبعا ممكن. اما براوه براوه اما براوه، دور حبيبي تراوى آخر تراوى. أما براوى براوى أما براوى، دور حبيبي تراوى آخر تراوى. قلت حبيب ملان عطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة؟ قلت حبيبي ملانة عطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة؟ أروح له ولا أروح وبلاش قهوة؟ أما براوة براوة على الشقاوة. والله براوة فعلا، براوة جدا قوي خالص. لا بجد حاجة جميلة، وبعدين غير كمان الصوت الحلو، ويعني الإحساس كمان عالي جدا، ودي حاجة يعني بتعلي كمان من جودة المنتج النهائي اللي هو الأغنية اللي أنت بتقدمها. طبعا حاجة جميلة. دي كانت تعليمات البيت، لأن أنا وأختي صوتنا كويس. تمام. بس هي لسه ما انضمتش للكورال يعني، فدي كانت تعليمات البيت، كان على طول بابا وماما بيسمعونا يعني. احنا بدأنا من البيت أصلا، وبدأنا نحفظ حاجات كده طرب وقديم وكده، فبدأنا نغني وهم بدأوا يعدلوا علينا. يعني انتوا عيلة أصلا فنية أو نقدر نقول تقريبا في حد يعني. برضو من باباك أو مامتك أو العيلة صوتهم حلو؟ يعني ماما صوتها كويس، كانت بتغني زمان بس دلوقتي لا طبعا. اوكي. طب انت قلت كلمة جديد وقديم، ايه من القديم بتحبه؟ عشان حاسس كده ان خامة صوتك تليق مع حاجات كتير قوي طربية. انا بحب فريد الأطرش طبعا. يا سلام. سيد مكاوي بكل تأكيد. طبعا احنا سهلنا بيه. معظم القديم، انا مش بحفظ قديم قوي بس يعني. طب ايه اللي انت حافظه ممكن تسمعنا منه جزء؟ قلبي ممكن مواويل مثلا. مواويل بس مش قديمه يعني. مواويل ماشي. لا براحتك يعني. اتسهرت بيه في 4 سنين جامعه بصراحه. حلو ده خلاص. حبيبتي حبيبتي شرطه مايله فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك؟ ما وانت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي؟ ماني مش عارف ده جواب الكام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوقات.
كفاية اني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس اوشف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام ويا ما في نفسي يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني ولازم تعرفي اني لنا عفريت ولا جني بحبك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيبلك مدها بكف واجيبلك من الياقوت كفة ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة كفاية اني بحبك موت وحب الناس ندم وعار وحبي عكسهم عفا. الله.